وضع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان حجر الأساس لمحطة تحلية مياه عرب بورسعيد. محطة تحلية مياه عرب بورسعيد من المنتظر أن تصل بطاقة 50,000 متر مكعب وتخدم أحياء محافظة بورسعيد بتكلفة تقدر ب 440 مليون جنيه تصل إلى نصف مليار بعد استكمال الشبكات. مشاهدي الكرام، لمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا مراسلتنا من بورسعيد دينا حويدق. دينا صباح الخير. ربما إنشاء محطة لتحلية المياه في عرب بورسعيد أعتقد أنها من الأشياء الحيوية التي كان الأهالي يطالبون بها. اهلا سيد، بالفعل يعني اليوم بتشهد محافظه بورسعيد زياره تفقديه لوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الدكتور مصطفى مدبولي. السيد الوزير بدا الجوله التفقديه بزياره محطه الكاب في تمام الساعه 10 من صباح هذا اليوم. محطه الكاب يعني تبعد عن بوابات بورسعيد تقريبا ب 15 كيلو. هذه تعتبر من اهم المحطات التي يتم انشائها حاليا، واليوم وضع اساس او حجر اساس هذه المحطه، وكان في استقبال السيد الوزير اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد والدكتور احمد عادل درويش نائب وزير الاسكان للمناطق العشوائيه. كما ذكرت في الخبر، محطه الكهرباء ستعمل ب 50,000 متر مربع. في اليوم، وتبلغ قيمة المحطة 440 مليون جنيه. ومن ثم توجه الوزير واللواء عادل الغضبان إلى هنا، إلى منطقة الإصلاح والجناين وهجوج. هذه المنطقة التي يتم نقل السكان بعد الانتهاء من العمارات، سكان منطقة هجوج والإصلاح والجناين من منطقة نورس، وذلك تنفيذا لتلبية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان محافظة بورسعيد محافظة خالية من العشوائيات في نهاية هذا العام. هذه العمارات بتبلغ قيمتها 43 عمارة سكنية توفر 860 وحدة سكنية لنقل السكان كما ذكرت، وتأتي تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد ذلك سيتوجه الوزير واللواء عادل غضبان إلى زيارة محطة تنقية الصرف الصحي بحي الإماراتي، وأيضا الإسكان الاجتماعي بالإماراتي، وأيضا تفقد محور 30 يونيو، وبعد ذلك عشوائيات عزبة أبو عوف وعشوائيات عزب القرموط. شكرا جزيلا دينا حويدق مراسلة أون لايف، كانت معنا من بورسعيد وحجر أساس محطة تحلية مياه عرب بورسعيد.